شركة الحلول المثالية شركة عريقة تم تأسيسها منذ 23 عام في سنة 98. شركة الحلول المثالية متخصصة في تقديم الحلول الإلكترونية المتقدمة الرقمية. نحن رواد في هذا المجال، قمنا بتنفيذ أكثر من 200 مشروع، آخر مشروع منها كانت تنفيذ جهاز خدمات ذاتية لمدى لهم ذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا يعني بايونيرز، إحنا رواد، قمنا بتنفيذ مشاريع لصالح بنك قطر الوطني، لصالح كهرما، لصالح وزارة الداخلية، لصالح وزارة الخارجية، لوقود، للمستشفى حمد، مشاريع كلها فهمتي مشاريع رائدة وصراحة بناء، تعتمد على الذكاء الصناعي، تعتمد على الانترنت الأشياء، تعتمد على الموبايل، تعتمد على الانترنت، فكلها مشاريع صراحة فهمتي يعني كانت رائدة، وإحنا كنا الأوائل في تطويع هذه التقنيات في دولة قطر. حصلنا على جوائز عديدة، تقريبا نحصل على جائزة على الأقل في العام لتميزنا في مجال توفير الخدمات الإلكترونية الراقية. من أحد الأمور اللي أنا بفتخر فيها في شركة الحلول المثالية اللي هو قول مدير الخدمات الفنية في مركز القيادة الوطني في دولة قطر، إنه يكفيكم فخراً بأنكم أنتم بتساهموا في حماية والأرواح في داخل دولة قطر، حيث يمكننا الوصول إلى أي حادث في دولة قطر في خلال فترة زمنية لا تتجاوز 7 دقائق باستخدام تطبيقاتنا وباستخدام أنظمتنا.